انتهى سيد حجام من كتابتها سنة 2009 بالضبط سبتمبر 2009. هقرا لكم اخر شابتر في 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 لا هتفهموا اللي قبليه اكيد يعني. جاي الطوفان واللي جاي بعده مهول، هيقول ويعمل حاجة فوق القول، وقوالته فعل وكلكم مفعول به، مش لأجله بس مش حاسين، جاي ينصف العقول من المنقول وينصر المظلوم على المسؤول ويهزم السيف زي دم الحسين بالوصل بين العلة والمعلول، بزقزقة فيروز وشدو القمري والحساسين، بصفاء سما مولاي جلال الدين وصورة ياسين، وبعزم جبارة ويسوع والشهداء والقديسين، وبزهد غاندي وعقل طه حسين، وبحلم بوليفار وتفسير شافيز، وبانتفاضة القدس عن النخاسين، وبانحصار الصهيونية ووهم شمعون بيريز. جاي الطوفان ملوش كبير ولا ملوش عزيز، لا بلسم غطرسين ولا إماع موالسين ولا مدلسين، جاي الطوفان أمواج وراء أمواج، من هار للسمرة وضفاف السين وقلب باريس، من الولاية من الصين وبغداد الرشيد وبراغ، شبان صبايا خضر متحمسين، فرادة أو أزواج، جماعات وأفواج، جاية وراء أفواج من آسيا من أفريقيا وبلاد اللاتين الأمريكان، أريم بريخت ولوركا ويؤمنوا بنبي جبران، شايلين رايات المجد للإنسان، خليفة الرحمن، قلوب لا يغويها ذهب وهاج ولا تنتفض من خوف من الكرباج، جايين وحالفين ياخدوا طارنا وطار عبيد الرومان. والوقت آن الأوان والكل وقت أدان، ونقول نوينا نقيم صلاة الطوفان للإنسانية غنية رغم اللي كان، وجرس قيامة الإنسانية أهدأ من مسجد الأقصى وطلع البتول في صحة طيبة وهاب وبلهول، وإدى نديك الصلاة والظلام ينشق والشمس تضوي على عشش من الشرق، وتهب ريح إبلية روحك الطق تهوى العروش كما عفن منفوش، تزول تلقى الشعوب بتقول وتاخد حقها المستحق. أما اللي يستاهل الحرق والغرق من حرمه على الخلق قولت لا، بيصرخوا على طول بصوت مزلول ويبصوا بغباوة وعته وذهول لمصيرهم المجهول، وربنا اسمه الحق وحسابكم معاه هيطول، ده العمر وطال يا طوال العمر ما يدومش للبيض ولا للسمر، وبكره كل المستخبي يبان وتعرفوا من سكر الليالي الحمر على الطوفان، جاي في الميعاد غضبان اصدكم بالذات عارف العنوان، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله زمان يا طوفان. طبعا انا تنتج كل فقير وفقيره بيت بجنينه مليانه زهور وعشه مليانه كتاكيت، واعلق فوقه قمر بنور ونجوم يولي فتفيت فتفيت، لو كنت امير من امراء الحواديت كنت ادي لكل وزرائي محاريت عشان يشتغلوا بايديهم ويشوفوا ازاي الارض السمرة لما تحرقها كده رايح جاي بتطلع غلة وبلغ بن وقطن ودل وشاي وتطلع غلة نعمل منه الارغول والناد، لو كنت امير من امراء الحواديت كنت ادي لكل الاطفال المحلولين العاب اطرب وضبان فرشة الوان مية او زيت وابنلهم اسرع من غير ابواب بقبة لولي وقبة برجان، وأعلق على القبة أجراس فضة ومرمر وذهب ونحاس، لكن قبل ده كله لو كنت أمير من أمراء الحواريت كنت أدي لكل الناس وردة وكتاب، وردة وكتاب، وكمان قبل ده كله لو كنت أمير من أمراء الحواريت
تقرب زي النسمة وادخل في الحلق واقطع نص لسنه الخلق، النص اللي ما بيقولش الحق عشان يتعلموا امتى يقولوا ايوه امتى يقولوا لا. ده لو كنت امين من وراء الخالد.